فيها ايه يا محمد؟ البن صلصال فكر انت تعرف حاجه مش عايز اخد حاجه. انا عملت لهم شكوى وهم قالوا هتفاوضوا معانا. خلاص صاحبها دي مش بتاعتي، ده واحد سايبها عندي ويعني هتفاوضوا معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي الحاج محمد، اصلا محامي بالاستئناف العالي. اظن صعب جدا ان احنا في الزمن اللي احنا فيه ان احنا بنشرب اي حاجه قبل ما ان احنا نبص فيها. يعني احنا نبدا ازازه فانتا للاولاد فلقينا فيها صراصير، والازازه هي انا ظاهرها قدام الكاميرا عشان الكاميرا تصورها ما فيهاش كده، والازازه لسه مقفوله بقفله الشركه. بعتنا ان احنا نتفاوض مع الشركه وعملنا شكوتين والشركه ما ردتش علينا. بنقول يا جماعه خلي بالكم من ايه الحاجات ديت، لان معظم الامراض المنتشره في مصر دلوقتي معظمها من الحاجات ديت اللي هي الازايز اللي هي المياه الغازيه بتبقى فيها اللي فيها صراصير واللي فيها مشبك واللي فيها عيدان كبريت واللي فيها اعقاب سجاير. ودي حاجه قدامكم ايه عينه قدامكم. انت ناوي تعمل ايه دلوقتي بالازازه دي؟ احنا بعتنا نتفاوض مع الشركه والشركه ما مرضتش ترد علينا، فبالتالي احنا عايزين نبين للناس مدى الاهمال اللي بقى في الشركات دي. هل هتقوموا برفع قضيه؟ طبعا احنا ان شاء الله هنودي الازازه دي ل هو مكتب مكافحه الاغذيه الفاسده وحمايه المستهلك علشان تتخذ اجراءاتها حيال الشركه دي. شكرا.